مساء الخير يا حضرات، اهلا وسهلا بكم في قناة ابو كيرو للهندسة والابتكارات. موضوع حلقتنا النهاردة عن لحام اقوى من لحام الاكسجين، هو بيكربونات الصوديوم وازازة لحام امير، كلها ادوات بسيطة وسهلة وموجودة في كل مكان. يعني على سبيل المثال معانا الغطاء ده بايظ اللي هو ده اهو، زي ما شايفين قدام حضراتكم اهو، مسكر من ناحيتين اهو، واللف كده بايظة، فهنلحمها قدام حضراتكم كده ونشوفوها مع بعض. اول حاجة هنجيب زردية قفش زي دي كده، وهنمسك بيها ايه المسمار، نظبط كده زي كده، بالشكل ده، وهنقوم نعمل له سن مكان للمفك. بالشكل ده نحاول نسنتر في النص. عليها مظبوط ونسنترها في النص بالشكل ده. كده احنا عملنا مكان للمفك بالشكل ده زي ما شايفين قدام حضراتكم عشان نربط منه. هنفكها الخطوة اللي بعد كده يا حضرات، هنجيب اللي هي دي هنسندها كده من تحت، نسنترها كده ونظبطها بالظبط، وهنجيب المسمار اللي احنا قصيناه اللي هو ده كده، ونحاول نسنتره مع بعض كده مع اللي تحت عشان يبقى شكلها انيق برضي، وبعدين هنخرجه. هنجيب شوية من بيكربونات الصوديوم اللي هو ده، وهنفضيهم هنا في الحتة دي بالشكل ده. بعدين يا حضرات هنجيب لحام الأمير اللي هو ده، وهنحط نقطتين أو ثلاث نقط بالكتير، مش كتير، هيبقى زي الحديد بالظبط كده. خلاص على السرعة نروح مركبين المسمار ونروح رابطين. كده احنا ثبتناه، هنروح جايبين شوية من بيكربونات الصوديوم حوالين المسمار كده، ونروح عاملين عليهم شوية أمير بالشكل ده. كده عشان يثبت المسمار مع بيكربونات الصوديوم. بعد كده يا حضرات هنقلها كده بالراحة،
هنجيب لها بيكربونات الصوديوم على الحواشي كده بتاعتها، كده بالشكل ده، وهو ايه برضه عاملين عليهم بيكربونات صوديوم زي ده كده. كده ايه ثبتنا الجزء ده، هنجيب شوية تاني بيكربونات صوديوم بالشكل ده، هنحاول ايه نصغر كده المسافة كده على قد ما نقدر عشان ما تبقاش باينة، تبقى شكلها انيق برضي، ونفضي عليهم الامير بالشكل ده زي ما شايفين قدام حضراتكم. برضي هنكمل كده بالشكل ده، وهنظبط من اول ايه كده قاعدة حتة صغيرة، هنكملها بالمرة كده بالشكل ده. كده وصلنا للنهاية، هنفضي عليها برضه بيكربونات الصوديوم بالشكل ده. كده خلصنا حضرات، كده اللحام بقي اقوى من الحديد، عمرها ما تتخلع. ادي هي بشدها قدام حضراتكم انا، ادي هي لو انا علقت عليها اي حاجه تقيله قدام حضراتكم تشوفوها. طبعا يا حضرات هنجيب بعد ما خلصنا اللحام ده، هو قدام حضراتكم شايفينه، هنجيب 2 كيلو سكر، اهم قدامكم مقفلين، وهنمسكها ونرفعها منها هي دي اهي قدام حضراتكم. فالعجب الفيلم، ياريت يدوس لايك ويعمل اشتراك للقناة، والى اللقاء في فيديو جديد. كان معكم ابو كيرو للهندسة والابتكارات.